السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. سعيد ان انا التقي بكم والله. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي ان انا يعني اوجه لكم جميعا التحية والسلام، واشكركم ان انا اتاحت لي الفرصة ان انا اتكلم معاكم النهاردة واشوفكم. وخلونا اتكلم على ان احنا يعني محافظة مطروح وما يطلق بالكامل عليها المنطقة الغربية، مش بس مطروح، وحتى يعني اقدر اقول من قبل مطروح بكتير قوي. يعني كانت المنطقة دي ما كانش فيه اهتمام كبير من الدولة خلال السنة اللي فاتت، واتصور ان انتم واخدين بالكم ان احنا يعني مهتمين قوي قوي وشغالين كويس قوي. وقدر اقول المشاريع اللي مستهدفه بيها محافظه مطروح، سواء كان مشاريع زي المواني اللي بتتعمل او القطار السريع اللي بتتعمل او المدن اللي بتتعمل، هي في النهايه ممكن يعني احنا كمواطنين وطبيعه المحافظة اللي هي فيها يعني شكل معين بتعيش بيه، هيكون لي تأثير كبير قوي عليكم خلال المرحلة دي، وانتوا حاسين بده. وانا جاي بالطيارة كنت شايف، كنت مرة انا بفتتح ميناء جرجوب، فبالطيارة كنت بشوف شكل الدنيا عامل ازاي. بعد 4 سنين تقريبا وانا برضو جيت بطار الهليكوبتر مخصوص عشان ادي نفسي فرصة اشوف. لا، في تطور كبير، وده كل ده عبارة عن خطوة خطوة على الطريق بالنسبة للي احنا بنستهدفه للمحافظة. تطور انتوا بتعملوه وتطور الدولة بتعمله. زي ما قلت لكم كده، احنا بنتكلم على مدن جديدة، بنتكلم على، عشان برضو الناس يقول لك يعني القطر السريع اللي هيجي لغايه جرجوب او هيطلع لغايه السلوم بس عن طريق الحباطه وكلام من هذا القبيل، يعني احنا هنستفيد منه ايه؟ لا طبعا، حتى المنفذ اللي احنا كنا دخلناه دلوقتي، وده بقى لنا يجي 3-4 سنين شغالين فيه عشان يبقى حركه التجاره بيننا وبين اشقائنا في ليبيا، وفي منطقه لوجستيه هتتعمل برضو على يعني 250 فدان 300 فدان دكتور مصطفى بجنب المنفذ، عشان كل دي فرص عمل بتتوفر لينا عشان تطور وتنمي المنطقه محافظه مطروح والمنطقه الغربيه. كنا من كام يوم يعني بنحتفل ب مش بنحتفل يعني كنا بنقول ان مشروع سيوة واللي هو الصرف الزراعي فمشروع اتأخر كتير، لكن المهم ان هو خلص، واحنا انقذنا الواحة ديت بفضل الله سبحانه وتعالى من مصير كان مش كان يعني كان صعب قوي، والحمد لله رب العالمين. انا عايز اقول لكم على حاجة، ما فيش شهادة وفاء ابدا لحاجة في مصر طول ما احنا مع بعضنا كده. فانا عايز اقول متشكر. ربنا يخليك، ربنا يكرمك. تحيا مصر بيكم، تحيا مصر بيكم. ونرجع بس لسيوة ديت.
كواحة وكان لها تاريخ كبير وعظيم جدا في حياتنا، لكن كان في مشكلة كبيرة فيها، اتحلت المشكلة. وأنا بس عايز أقول لكم إيه، أنا بتكلم هنا عشان الحاج بلال جنبي هنا ومن أهل سيوة، كان كلمني في الموضوع ده إن إحنا بنفتتح العالمين، قال لي سيوة هتغرق وبتاع، قلت له إن شاء الله مش هيحصل، هتتحل. والوقت اللي اتعمل فيه المشروع يعني خده 3 سنين وشوية، لكن أنا بقول لأهل سيوة بقى وبقول للحاج بلال من فضلكم اللي اتعمل حافظوا عليه إن شاء الله، اللي هو الـ الـ الآبار اللي كانت يعني دايما الأهالي بتعملها، دلوقتي احنا لينا عملنا نظام خلاص، فاحنا نحافظ كمجتمع سيوة والمجلس المدينة بتاعها يبقى حريص على ان هو ينظم عشان نستعيد الواحة تاني أفضل مما كانت إن شاء الله.